رمضان قرب، الله يدخل علينا ان شاء الله بالصحة والسلامة والمسرات، وباش ما تمنيتو تيجي وتيجيب معاه الخير والبركة. السلام عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير بصحة وعافية، عواشركم مباركة عام سعودة، والله يدخل عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة والمسرات، وباش ما تمنيتو ويكون ان شاء الله رمضان كريم علينا جميعا وعلى جميع الأمة الإسلامية. رمضان تاع 2017 فيديو اليوم غادي يكون في خضم تحضيراتي لشهر رمضان المبارك. فيديو طلبتو ليا بزاف نتاع النوبات، قلت نديرو ما نديروش، وحيت ما درتوش داك العام قلت لابد هذا العام هذا غادي يكون في كيفية التسوق السليم في شهر رمضان المبارك. درت لكم انا كيفية التسوق السليم الأسبوعي، راه خديت لكم الرابط اللي تحت في صندوقي الوصف. بزاف منكم تيقولوا لي فين هو صندوق الوصف، صندوق الوصف غير هنايا، هي وركوا عليه غادي يخرج لكم صندوق الوصف. اش مكتوب فيه؟ تيكون فيه روابط تاع بعض الفيديوهات اللي انايا قمت بهم او مطلوبين بكثره على القناه. دونك هذا الفيديو هذا غادي يكون فيه جدول اسبوعي، غادي نوري لكم انايا الوصفات اللي ان شاء الله غادي نديرهم باذن الله في الاسبوع الاول تاع شهر رمضان. هذا الجدول هذا غادي يمكنكم من ربحي الوقت، تسوق غادي يمكنكم من ربح المصروف. فيديو غادي يكون مليء بالنصائح المهمة لكل سيدة، نتمنى من كل قلبي ان اعجابكم. فنرحب عاوتاني بجميع الاقتراحات نتاعكم هنا من هنا قبل شهر رمضان. تحضيرات اخرى باقي ما درتهمش، كتبوا لي هادشي في التعليقات باش ان شاء الله نديرهم قبل شهر رمضان المبارك. فيديوهات بغيتي تشوفوهم في شهر رمضان المبارك، كتبوا لي اسماء نتاع الفيديوهات اللي بغيتي تشوفوهم في شهر رمضان المبارك سواء بوحدي او مع ميسا. ما تنسوا الضغط على الجرس هنا الموجود امام خانة او قاعه نتاع الاشتراك باش توصلوا بالجديد نتاعي. ما تنسوا الى عجبكم هذا الفيديو هذا نخليو لايك لهذا الفيديو هذا باش تشجعوني. غادي نبداو دابا على بركه الله. وطح طلب العديد منكم، غادي نوري لكم انا جدولي الاسبوعي. بيني بينكم ترددت لحقاش تبقى شي حاجه اللي هي خاصه، هذا هو جدولي الاسبوعي في شهر رمضان اللي تيخص العائله نتاعتي. يعني كل وحده غادي يكون عندها واحد الجدول اسبوعي خاص بها. هذه هي الفكره، علاش درت ندير جدول اسبوعي خصوصا في شهر رمضان؟ هادشي تيمكنني من ربح الوقت، من ربح المصروف، وتيمكنني من تناول أغذية صحية اللي تتخلي الجسم نتاعنا فيه طاقة كافية باش يدوز واحد النهار من دون شقاء او عناء. بالنسبة لهذا الجدول هذا كما تشوفوه معايا انا رسمه بهذا الشكل هذا، وكل وحدة هي ترسمه بالشكل اللي هو تناسبها، يعني بالطريقة اللي هي تشوفها سهلة او مبسطة بالنسبة الي. انا قبل ما نتقدم ديما تندير واحد الجدول الاسبوعي، والجدول الاسبوعي انا تحبس ليا في نهار الجمعة لحقاش نتقدى في نهار الجمعة في العشية. ما كاين لكم ديرو نتوما من الاثنين للاثنين او من الاثنين للسبت، المهم كل وحدة على حسب كيف النهار اللي هي تتقدى فيه. دونك بالنسبة لهذا الجدول هذا هو متكون من فطور وعشاء وسحور، ما تتخلطش بالفطور والعشاء وما تتخلطش بالعشاء والسحور وما تنصحكمش بذلك. وهنايا فرقت الايام ديال الاسبوع، وقدام كل يوم درت انايا الاشياء اللي غادي تكون ان شاء الله في الفطور. بالنسبه ليوم الاثنين غادي نديروا الحريره المغربيه، غادي يكون البيض وغادي يكون الحليب وغادي يكونوا بيتزا صغار، وما غاديش نذكر دوك الاشياء اللي انايا حضرتهم، راه شفتهم معايا ما عادوش غادي تشوفوهم من بعد ولا من قبل. الشباكيه وسليلو والبريوات وداكشي لابد غادي يكون ديما فوق المائده. بالنسبه للثلاثاء عوض من الحريره المغربيه غادي ندير شوربه الخضر التي انايا غادي نزومي باش تشوفوا معايا مزيان وتعرفوا على الكتبه ديالي بالحرفيه. بعض واش يبان لكم شي حاجه ولا لا؟ المهم شوربه الخضر وغادي يكون البيض. علاش انا ديما تنعاود البيض والحليب؟ لحقاش هما ضروري من جدا 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 فوق المائده ديالتكم. عوض من البيتزا الصغار غادي ندير مسمن معمر. بالنسبه نهار الاربعاء غادي ندير الشوربه نتاع الدجيشه بالحليب، تجي هائله جدا، والدجيشه فيها واحد المنافع تعطيك الطاقه للجسم نتاعك، وغادي يكون البيض والحليب. عوض من مسمن معمر غادي ندير البغرير بالعسل والزبده البلديه. اما بالنسبه للخميس فغادي يكون الشوربه الصينيه بفواكه البحر، ما غاديش نفلت لكم هذه ان شاء الله، غادي نديرها لكم في واحد المائده نتاع رمضان. وغادي يكون البيض والحليب، وغادي ندير البطبوط بتبيطات صغيورين عامرين.
اما بالنسبه ليوم الجمعه فعاتاني غادي ندير الحريره المغربيه وغادي ندير البيض والحليب وغادي يكون طمار سميتو، ولكن غادي ندير غير الكيكه بالفواكه. كما شفتوا معايا ما تنكثرش ما تنديرش بزاف نتاع الاشياء، تناكل غير الاشياء اللي يقدروا يمدوا الجسم نتاعي بالطاقه. اما بالنسبه للعشاء، العشاء اش تندير فيه؟ تندير فيه الطواجن. بيني بينكم تندير فيه ديما الطواجن، والسر نتاع الطواجن نتاعي هي ما تنزيد فيهمش الماء، اما تنديرهم فوق الفخر او تنقص عليهم البوطه وتنخليهم يطيبوا على نار تكون مهيله جدا، تيجي ولدات الخضره تطلق لنا الماء، وما غاش نقول لكم فيهم منافع اللي هما كثيره جدا. بالنسبه نهار الاثنين غادي ندير طاجين الخضر والدجاج، طويش صغير يلا يكفيني انا والزوج نتاعي، خلاص الدراري راه تنعسوا مقبل حنا ما نتعشاو. غادي ناكل شي شويه الفواكه والخبز الكامل، الخبز الكامل الناس اللي تضرهم المصران، وياكم الخبز الابيض خصوصا الى في الفطور تيكونوا دوك البيتزات وداك المسمن ودبر البغرير كلشي بالدقيق الابيض، حاولوا في العشاء تاكلوا خبز النخاله او الخبز الكامل، وغادي يكون عصير نتاع الفواكه. الثلاثاء غادي يكون عاوتاني طاجين الخضره، ولكن هاد النوبه باللحم نتاع البقري ولا الغنمي، غادي يكونوا فواكه وعاوتاني الخبز الكامل وعاوتاني نوع اخر من العصير. نهار الاربعاء غادي ندير طاجين الخضر والسمك، على الاقل السمك خاصكم تناولوه مره الى ثلاث مرات في الاسبوع. انا درته هنايا مره، لحقاش بعض المرات تنديرو عاوتاني السبت والحد، يعني تندير شي شويه ولا تندير على حسب الوقت وعلى حسب انايا اش لقيت في السوق. تندير الخبز الكامل وعصير الفواكه، والخميس تندير الطاجين تاع الكفته والبيض، خبز الكامل وعصير نتاع الفواكه، والجمعه لا بد اليوم واحد الطبق نتاع السكسو بالخضار باللحم تاع الغنمي والفواكه، ما غادي يكون لا عصير ولا والو. دونك هذا كان بالنسبه للفطور والعشاء. دابا غادي نمشيو ان شاء الله للسحور. للسحور نهار الاثنين غادي يكون ان شاء الله عصير نتاع لافوكا واللوز مع الخبز الكامل اللي فيه العسل الطبيعي، هادشي تيشبعني وتيخليني فريمون واحد النهار ندوز نهاري والحمد لله من دون عطش من دون تعب من دون ارهاق. تصوروا معايا راه مالي المغرب راه تينقص لهم ساعه، هنايا مالي الاوروبا راه ما تينقصوا لهم والو. دونك فريمون خاصكم نتوما تركزوا على الاشياء اللي تعطيكم الطاقه للجسم نتاعكم. دونك غادي نعودوا الى يوم الثلاثاء، غادي ندير سلطه، سلطه فيها مطيشه فيها الخس وفيها البيض، وغادي ندير معها الشوفان. الشوفان ضروري، والشوفان راه غادي تشوفوه معايا راه شريته تا هو، غادي تشوفوه معايا في الفقره رقم 2، وغادي يمكن ندير لكم فيديو انايا كيفيه الاستعمال نتاعو، وغادي يكونوا فواكه اللي هما متعدده. نهار الاربعاء غادي يكون كاس حليب نتاع التمر، ولكن الكاس تاع الحليب ما تنصحكمش تشربوه بارد، ديما خاصكم تشربوه دافي وزيدوا فيه شي شويه نتاع السكر، وغادي ناكل معاه شي شويه نتاع التمر معمر باللوز المقلي وبيضه. الخميس غادي يكون عصير نتاع الخضر والسبانخ، كيفاش تندير ليه ان شاء الله هادشي غادي تشوفوه على القناه، وتنخذ معهم خبز كامل بالجبن الطبيعي. ونهار الجمعه غادي تكون سلطه نتاع الفواكه المتنوعه مع عصير الحليب مع الشوفان. غادي نمشيو دابا نخرجوا نتغداو، ولكن قبل ما نخرج نتغدا الجدول يلا وريت لكم هنايا، انا غادي نقيد فواحد الورقه جميع الاشياء اللي هما ضروريه جميع الاشياء اللي هما تتكرروا، ومنو انايا غادي ندير التسوق السليم في الاسبوع الاول تاع شهر رمضان المبارك. متى نمشي نتغدى لابد ليا واحد الدويره الغيون ديال الموان ديال الاواني، لابد خاص نشري شي حاجه. دونك بالنسبه للاشياء اللي هما تيكونوا باردين خليهم متاخر عاد شريهم، بداو بالخضر، وعليكم بشراء جميع انواع الخضر والفواكه باش ديروا العصائر في شهر رمضان، والفواكه العصير نتاعها هما اللي غادي يعطيكم الطاقه للجسم نتاعكم مع شرب الماء بكميات كبيره جدا. صورت لكم بهذا الشكل هذا، لحقاش ممنوع ندخل الكاميرا في السوبر مارشي، دونك صورت لكم
قلت لكم ماشي بركه غير بالبورطابل. دوك تنخد جميع انواع الخضار، تنخد حتى السكسو العقش ديما، واخا صيام تندير سكسو نهار الجمعه تنديرو في الليل. ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم شي مائده، المهم غادي نحاول ان شاء الله، واخا المائده فهاد الصيام هذا تكون شويه صعيبه باش تفيلمي كلشي، ولكن لابد على الاقل غادي ندير لكم وحده على القناه بالنسبه للسيدات اللي تيديو معاهم ولادهم سوبر مارشي وطيب برصتهم. حاولوا تشغلوهم باشياء، مثلا الميسه تنقول لها سري جيبي لي الميكات، اجي عبري لي هادي، عبري لي خيزو، اجي نستيو التفاح، اجي نستيو البنان، يعني استوى تيدير نفس الشيء وتلقاهم مهدين وتعاونوني في نفس الوقت. دابا هي قدامكم غادي نبداو تستي فيها على بركه الله. واحد النصيحه ضروريه خاصني نعطيها لكم، الا كان سوبر مارشي بعيد على داركم بزاف، حاولوا تاخذوا معكم سيكان، وكل ساك ديروا فيه حاجه معينه، مثلا ساك خاص بالفواكه والخضر، ساك خاص بالمواد اللي خاصك تجمديها، ساك خاص بالمواد اللي خاصك تحطيها في التلاجة. هذا الشيء تيسهل عليكم عملية التنظيم والترتيب حيت ترجعوا الى المنزل، وحتى الاشياء اللي هما خاصهم يكونوا في المجمد كل حاجة تبرد خطها، يعني ما تيدوبوا لكمش دغيا. وقبل ما نوري لكم المقضية ونقول لكم الاشياء الضرورية اللي خاصها تكون في كل كوزينة نتاع كل سيدة منكم، بانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما تزيرش على راسك فهاد الشهر الكريم، يعني حتى تكون القناعه تيكون معها كلشي الحمد لله. كل واحد يمشي على حساب الامكانيات ديالو، كاين اللي عندها وكاين اللي ما عندهاش، وكاين اللي عندها اكثر تشري يمكن اكثر، دونك الله يكون في العوان. هادشي راه عارفينو. دابا تشوفوا معايا هو الحليب والمشتقات ديالو. الحليب راه عادي، يعني كل وحده تقدر تشري الحليب، اما بالنسبه للمشتقات ديالو فماشي ضروري تشريو هاد المشتقات اللي وريت لكم انايا اليوم، يمكن لكم تكتفيو فقط بالفخوماج ديال لافاش كيغي اللي موجود في جميع الدول العربيه. هادشي اللي نوري لكم انا غير كماليات، ما عندكمش الامكانيات باش تشريو الحليب والمشتقات نتاعو كل نهار فهاد الشهر الكريم، يمكن لكم تكتفيو فقط بالحليب المجفف اللي هو مصدر مهم جدا للكالسيوم والفيتامين دي، ممكن لك تستعمليه في اكلات وشربات متعدده. بالنسبه لمشتقات الحليب فهي ضروريه جدا وما يمكن ليناش نستغناو عنها، اما ناكلوها هكا او نديروها في الفطائر او نديروها في اكلات او وصفات او شهيوات رمضانيه. هذه المجموعه مهمه جدا حتى تمدنا بالكالسيوم الذي يعتبر مهما للحفاظ على صحه العظام. يمكن لكم عاوتاني تشربوا اللبن الا ما كانش يضركم، كل تضروا اللبن تيجي شي شويه مر في شهر رمضان، تيطلع وتنزل تيجيب لي شي شويه الحرقه، راه يمكن لكم تشربوه مثلا في السحور وتشربوه عاوتاني في العشاء او تشربوه عاوتاني في الفطور، من كل واحد على حساب كيفيه الاستيعاب نتاع الجسم نتاعو لهذه الاشياء. الحاجه اللي بغيت نقول لكم بان مشتقات الحليب كما الحليب ضروريه جدا للصحه نتاعكم، صحه تاع الجسم نتاعكم في شهر رمضان المبارك وحتى من غير شهر رمضان المبارك. اما الان الى الاساسيات لتحضير الشهيوات ديالنا. هاد الاساسيات نورمالمون كاين في المطبخ نتاع كل سيده، غير في شهر رمضان تنبغيو يكونوا عندنا بكميه شويه تكون كبيره، الزبده خصوصا الزبده البلديه، زيت ديال العود، زيت ليسيور، الدقيق يكون بانواع مختلفه، يعني السميده الرقيقه، دقيق الفورس، الدقيق الكامل، والبيض حتى هو بكميه كبيره لحقاش تنتناولوه بزاف هذا الشهر الكريم، والعدس والحمص. دونك هادو الاشياء اللي ضروري خاصهم يكونوا لكم في هذا الشهر الكريم واللي تنستعملوهم بزاف. بالنسبه للبيض فهو مصدر مهم للبروتينات العاليه الجوده، وفيه بزاف ديال الفيتامينات والمعادن، ومهم جدا في طبق ديال السحور. يمكن لكم تاكلوا بيضه في الفطور وبيضه في السحور، خصوصا في الفطور، الا ما عندكمش خاصكم تاكلوا غير بيضه كلوها في السحور من الاحسن. واحد النصيحه قالتها لي واحده من المشتركات، بان البيض الى حيدتيه من الكرتونه نتاعته وحطيتيه ديريكتومون في الثلاجه تيلتقط الروائح نتاع الثلاجه بسرعه،
ومن هذا المنبر تنشكر جميع السيدات التي يمدونا بالنصائح نتاعهم على القناة. شكرا لكم جزيلا، والنصائح المهمة غادي نعاودو لكم ان شاء الله باش النصائح تعم الجميع. تنبيه وبين قوسين، غادي تشوفوا بانه كاينين بعض لي داتش شويه قدام، ماشي المنتج اللي شريت قدامين، ولكن الفيديو اللي صورته على فترات، صورت كل نوبه فتره كما تتشاهدوا معايا. الفيديو غادي يكون شويه طويل لحقاش فيه خدمه بزاف. دونك هذا بالنسبه للبيض. اما بالنسبه للدقيق، يعتبر من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجينها لتحضير المعجنات والمقبلات وبزاف ديال الأشياء والبغرير والمسمن. دونك هاد الأشياء هادي زويونة، ولكن عليكم بالدقيق المليء بالألياف، يعني الدقيق الكامل هو اللي خاصكم تاكلو في السحور وخاصكم تاكلو في العشاء. وصلنا الان الى البارتي رقم 3، وغادي نقول لكم انا يا شي حوايج اخرين انا تنشريهم ضروريين بالنسبه ليا، يمكن ما يكونوش ضروريين بالنسبه ليكم. دونك تنشري انا يا هاد لو كروتون هادو اللي تنزيدهم مره مره مع الصبه نتاع الخضر، او تنشري لا سوب نتاع الخضر. انا تنجي لا سوب نتاع الخضر في البيت، ولكن مراحي تنكونوا خارجين او ما تنكونوش مساليين او تنكونوا مرض، تنبغيو شي حاجه اللي هي تكون جاهزه، تنشري وحده صغيره وحده كبيره، تنحطهم شهر رمضان كله. بعض المرات ما تنستعملهمش لحقاش نصيب داكشي نتاعي في المنزل، ولكن بحال هاد الاشياء هادي ضروري خاصهم يكون عندكم لحقاش ما تعرفيش الوقت اش تجيب. او تنشري الطبزيره بالنسبه للبنات اللي هما ساكنين في المغرب، سيروا شرو الطبزيره عند مول الطبزيره، ما شريوش هادشي اللي دايرين بحال هكا. شريت شي شويه نتاع فلفله مطحونه، وشي شويه نتاع البزار، وشي شويه نتاع السيزام يعني الزنجلان اللي غادي نديرو في البريوات نتاعي. هادشي غادي ان شاء الله غادي تشوفوا معايا في التحضيرات اللي غادي ندير لكم على القناه. وخديت اوراق ديال البسطيله، هاد الاوراق نتاع البسطيله ما فيهمش لا الكول، راه غادي تلقاوهم في لوكلير. او خديت الدجاج ديالي. دابا وصلنا الى لابارتي رقم 4 ولا رقم 5، المهم لابارتي نتاع السحور. اش خديت فيها؟ خديت اللوز ديجا مقرمل، مصايب ديجا مقرمل تيتباع بحال هكا، يمكن لكم نتوما تشريوه راه موجود في اي بلاصه. وخديت الزبيب حتى هو للسحور، تعطيك لينيرجي عوض ما تاكلوا الحلويات. تنخد انايا ديما الزبيب في شهر رمضان. او التمر اللي خديته للفطور او للسحور. او خديت الشوفان، دونك الشوفان ضروري تنديرو انايا في السحور نتاعي، حتى هو تيخلينيش بعانه النهار كله. واخا حنايا الفطور نتاعنا تيجي معطل عاد تنفطرو، ولكن الشوفان تعطيك واحد الطاقه للجسم نتاعك وتيحسك بالشبع. ها هو الخضار، هي مصدر مهم للفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على صحة الجسم كله. غير ما خاصكيش تحطيها في الثلاجة. علاش انا ما تنحطش الخضرة نتاعتي في الثلاجة؟ لحقاش الطعم نتاعها تتغير، وثيقوا بيا بان الطماطم تنحطها خارج الثلاجة طيلة العام وما تتخسلياش، والطعم نتاعها تيبقى لذيذ طيلة الأسبوع، حيت أنا تنقدم من أسبوع إلى أسبوع. بالنسبة للخضر والفواكه، شريو جميع الخضر والفواكه على حسب الإمكانيات، حيت كاينين خضر تيكونوا غاليين على أخرى، وكاينين فواكه تيكونوا عاوتاني غاليين على أخرى. غير نتوما شريو مثلا خزو، بطاطا، مطيشة، الأشياء الكرافس، الأشياء اللي تيكون تمن تاعها مناسب للجميع. أما بالنسبة للفواكه فأنا تنصحكم بالكيوي، إلا نتوما بتختاروا بين الكيوي وبالليمون، لحقاش الكيوي فيه نسبة عالية من الفيتامين سي. أما بالنسبة للفواكه المشففة فممكن لكم ديروها نتوما في البيوت نتاعكم كيما شفتوني أنايا درتها في تحضيرات رمضان، وممكن لكم تشريوها جاهزة وتحطوها في المجمد. هادشي تيخليكم تربحوا واحد الوقت كتير بزاف الا نتوما بغيتو ديرو شهيوات من شهيوات رمضان. ودابا وصلنا الى الجروب الاخير، الاساسيات نتاع شهر رمضان اللي ديجا كانوا عندي في البلاكار. غادي نبداو بالشعريه الصينيه. تنخذ هاد لا مارك هادي، راه ديجا درت لكم فيديو تهضر على الشعريه الصينيه، واش فيها ميكا ولا ماش فيها الميكا، ودرت لكم تجارب وليت عالمه فيزيائيه. تنخذ مطيشه، دونك تنخذ هادي او تنخذ هادي او تنخذ هادي، وكلهما زوينين. غير هادي هي اللي تندير في الحريره، هادي مثلا تنديرها في لي بات وتنديرها في البيتزا، وهادي راه بحال هادي، هي هادي كبيره، وهادو فيهم ثلاثه صغيورين. او
تنخوز الدشيشه لحقاش ما تنشربش الحريره حامضه في رمضان كله. هو دونك كاينين بعض الايام وتندير فيهم الدشيشه بالحليب وتجي رائعه وتجي هائله جدا وراه تعطيكم واحد المنافع كثيره للجسم ديالكم. وهاد الثلاثه اللي شفتو معايا هنايا هادو جوج دقيق الحمطه او السميد رقيق جدا جدا او كما تنقولوا فريمون دايرك الدقيق. اما هذا فهو السميد العادي. قلت المهم خديت انا واحد الماركه ولكن ديما تنخذ هادي نتاع ساميه. هذا هو اللي تيجي زوين في الحرشه تيجي فريمون هائل حريشه صغيورين. وهذا هو الدقيق شو معايا هذا هو الدقيق هذا هو اللي تيجي مزيان في البطبوط. انا تيعجبني مزيان البطبوط في شهر رمضان البطبوط في الرغيفات نتاعكم. دونك لابد من دقيق الحمطه بالنسبه ليا في شهر رمضان. او الروز دونك الروز هو اللي تندور به الحريره تنديرو بعض المرات في العشاء. دونك الروز هو اللي تيعطينا واحد الحاله نتاع الشبع في النهار نتاع رمضان ومغذي. لابد لكم من الروز من شهر رمضان. والمزقور انا تندير المزقور في الحريره نتاعتي ما عرفتهم واش ديروا بحالي ولا لا يا ولكن تيعجبني ندير شي شويه نتاع المزقور في الحريره حامضه ديالي. وخديت ميكات بحال هادو لابد علاش تخدي ميكات بحال هادو باش حتى الا شاط لك شي حاجه تديريها وتحطيها في الكونجيلاسيون يمكن لك تخرجيها من بعد يعني ما تضيعش. دونك لا للتضييع. خديت الشعريه تاع داري هذه هي تندور بها الحريره. وخديت حتى المحمصه هذه نتاع لاماخ ساميه وهذه ديال لاماخ داري وبجوجهم جربتهم هائلين جدا هاد الجوج هادو ما تيتعصدوش ليا في الحريره. وبالنسبه للحلوه او الكيكه حيت انا ما تنديرش بزاف نتاع الحلوه تندير هي الكيكه مره دونك خميرات دونك تنظن بانهم غادي يديروا ليا شهر رمضان كله مع هاد التخربيقات هادو لي الزين. دونك الشكلاط المحكوك واللوز غادي ندير لكم بعض الاشياء اللي انايا تندير في المنزل ديالي. دونك دابا غادي نوري لكم انايا او غادي ندير لكم على غير واحد الحاجه بسرعه هما هادو ديال يانيس. دونك ديك النوبه انا فاش وريت لكم التسوق الاسبوعي بعد منكم شافوا قلتوا لي بانني وريت لكم كيفاش ديري الماكله نتاع الاطفال ولكن شفتوا بانني راه تنشري الماكله نتاع الاطفال. يانيس دابا ولات ياكل معانا ما بقاش ياكل الماكله نتاع الاطفال. علاش انايا تنشري ليها انايا هاد لي بو هادو حيت تنكونوا خارجين تنكونوا مسافرين حنا تنخرجوا بزاف في الويكاند ما تنقعدوش في الدار تنمشيو فريمون تنمشيو تنسافروا سفر اللي هو قصير جدا تمشيو مدينه اخرى. دونك لابد ليا من العلب بحال هذا تيكون يعني تيعطي كل شي حاجه اللي هي مغذيه اللي هي صحيه ويمكن لك تحليها في اي مكان. هادو راه تيتباعوا دونك تيبقى هكا مسدود وفي هاد الميكا هاد تبقى مسدوده ويمكن دير لك حتى 10 نتاع السوايع في الطريق في السخونيه تتحليها في عين المكان وتضعتي ولدك ياكل الخضر. هذا مثلا السمك نتاع السلمون مع البطاطس والجزر. وتنخذ لي نكهات اخرى هذا عاوتاني السمك مع البتي بوا ومع الجزر ومع البطاطس. وهذا عاوتاني حتى هو السمك ديال السمك ديال الاسكا كولاندا الاسكا مع الخضر. حبيباتي الفيديو ديالنا راه تكمل نتمنى يكون عجبكم ويكون مفيد لكم كما لاحظتوا معايا بانني ابتعد بعدا تاما على المشروبات الغازيه على كل ما فيه بزاف نتاع الكريم فريج بزاف نتاع الزيوت. ان شاء الله غادي ندير لكم نبدا ان شاء الله غادي تشوفوا واش نحضر لكم ان شاء الله في هذا الشهر هذا. غادي تشوفوا معايا الشهيوات اللي تندير طريقه نتاع الطهو نتاعها طريقه اللي هي ضروريه باش ما تطلع لكمش هذوك الزيوت في الحرقه باش ما تكونش عندكم الحرقه في هذا الشهر الكريم. دونك كاينين بزاف نتاع الخطوات اللي خاصكم تتبعوها غادي تشوفوا ان شاء الله معايا هادشي على القناه. نتمنى الفيديو نتاع اليوم الى عجبكم نرحب بجميع الاقتراحات نتاعكم اقتراحات الفيديوهات اللي تشوفوه معنا على القناه. كتبوا لي هادشي في التعليقات يعجبكم هذا الفيديو هذا خليوا لايك الفيديو هذا باش تشجعوني ومتابعتي على الفيسبوك والانستغرام. غنخليكم روابط نتاعكم تحت في صندوق الوصف. عواشركم مباركه مسعوده والله يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه ومسرات باش ما تمنيتو. خليكم سعيد.
عبودي.